بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن الجزء المحاسبي في مادة تطبيقات محاسبية وإدارية. هنبدأ بمفاهيم التكلفة. الهدف من المحاسبة لم يعد قاصرا على تسجيل العمليات المحاسبية فقط وتحديد المركز المالي، وإنما تطرق علم المحاسبة في القرن الأخير إلى العديد من المجالات الأخرى. وقد ظهرت محاسبة التكاليف كأحد الفروع المحاسبية المستخدمة لخدمة إدارة المنشآت في مجال التخطيط والتنفيذ والرقابة. أهداف محاسبة التكاليف زي ما احنا عارفين: تحديد تكلفة الوحدة، وده الأساس، تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة، الرقابة على التكاليف. وهنا لازم نقول، هل تخفيض التكلفة يعني الرقابة على التكاليف؟ لا طبعا، الرقابة على التكاليف تعمل في ظل الظروف الحالية الموجودة في المشروع، أما تخفيض التكاليف يتطلب تغيير الظروف المحيطة بالمشروع، أي أنه مستقبلي. الوظيفة الثالثة، المساعدة في اتخاذ قرار التسعير. الوظيفة الرابعة، ترشيد القرارات الإدارية. أمثلة على القرارات الإدارية: شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج، توسع أو عدم التوسع، فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية. هيكل التكلفة يمكن، أو تبويبات التكاليف، يمكن تبويب عناصر التكاليف إلى حسب عناصر تكاليف الإنتاج، يعني مواد وأجور ومصروفات. ممكن إن أنا أعمل تبويب وظيفي أو حسب الوظائف، وإحنا عندنا في أي نشاط 3 وظائف رئيسية: الوظيفة الإنتاجية، الوظيفة التسويقية، والوظيفة الإدارية. تكاليف صناعية يبقى دي الإنتاجية، تسويقية وإدارية. يمكن تبويب التكاليف علاقة التكلفة أو العلاقة مع وحدة المنتج، يبقى إذن بنقسمها إلى التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة. التكاليف المباشرة هي التكاليف المرتبطة أو الملتصقة بوحدة المنتج ويصعب فصلها، أما التكاليف غير المباشرة هي تكاليف ضرورية ولازمة للإنتاج ولكنها لا تلتصق أو لا ترتبط بوحدة المنتج مباشرة. تبويب التكاليف حسب العلاقة مع حجم الإنتاج، يبقى بنبوب التكاليف إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة وتكاليف شبه متغيرة وثابتة، اللي بنسميها تكاليف مختلطة. التكاليف المتغيرة هي التكاليف اللي بتتغير مع تغير حجم الإنتاج بنفس نسبة التغير. التكاليف الثابتة هي التكاليف التي لا تتغير مع تغير حجم الإنتاج. أما المختلطة فالتكاليف جزء أو شق متغير وشق ثابت. أسس قياس التكلفة. يمكن تلخيص أسس قياس التكلفة والتي تسمى في بعض الحالات نظريات تحميل التكلفة بثلاث يقصد بها مجموعة المفاهيم التي يمكن الاستناد إليها عند قياس التكلفة، وتشمل هذه النظريات: نظرية التكاليف الإجمالية، نظرية التكاليف المتغيرة أو الحدية، نظرية التكاليف المستغلة. وإحنا هنشتغل مع بعض على التكاليف الإجمالية، نظرية التكاليف الإجمالية، ونظرية التكاليف الحدية فقط. الاختلاف بين الثلاث نظريات أن نظرية التكاليف الإجمالية بتحمل بجميع التكاليف المتغيرة والثابتة، تكاليف الإنتاج المتغيرة والثابتة. التكاليف الحدية بتحمل بتكاليف الإنتاج المتغيرة فقط، أما التكاليف نظرية الطاقة المستغلة تحمل بتكاليف الإنتاج تحمل بالتكاليف المتغيرة وجزء المستغل من التكاليف الثابتة فقط. قائمة التكاليف الإجمالية، هنعمل قائمة التكاليف تشمل تكاليف مباشرة متغيرة وثابتة وقائمة نتائج الأعمال. قائمة التكاليف الإجمالية زي ما احنا شايفين تكاليف صناعية مباشرة، مواد وأجور، يديني المجموع التكاليف الصناعية المباشرة أو التكاليف الأولية، بنضيف عليها تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة وثابتة الاثنين عشان نصل إلى تكلفة الإنتاج المتغير الثابت الإجمالي اللي هي الإجمالية. في حالة وجود مخزون يبقى زائد مخزون إنتاج تحت التشغيل أول الفترة وناقص مخزون تكلفة مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة.
عشان نصل إلى تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة، ثم نضيف تكلفة مخزون إنتاج تام أول الفترة ومخزون إنتاج تام آخر الفترة عشان نصل إلى تكلفة الإنتاج المباع. وده في حالة وجود مخزون. في حالة عدم وجود مخزون يبقى احنا هنشيل الجزء ده بالكامل. نتائج الأعمال، بنبدأ بالمبيعات أو إيراد المبيعات، نطرح منه تكلفة الإنتاج المباع من القايمة السابقة. نصل إلى مجمل الربح، يخصم تكاليف البيع والتوزيع المتغيرة، وتكاليف بيع وتوزيع متغيرة وثابتة، وتكاليف إدارية. يعني يا جماعة بنغير، يعني كده إحنا بنغير حجم الإنتاج اللي عندنا 5000. في هذه الحالة لازم أطلع تكلفة الوحدة من التكاليف المتغيرة لكل عناصر التكلفة، أما التكاليف الثابتة تبقى كما هي. فعن هنا نقول تحديد التكلفة المتغيرة للوحدة، تكلفة المواد 5000، 20000 على 5000 وحدة، 4. الأجور المباشرة 15000 على 5000 وحدة، 3. الصناعية غير المباشرة المتغيرة 10 على 5، 2. التسويقية غير المباشرة للوحدة المتغيرة 5 على غير المباشرة المتغيرة 5 على 5، 1. يبقى دي كده تكلفة الوحدة المتغيرة. أما التكاليف الثابتة الصناعية والتسويقية والإدارية تبقى كما هي. بنعمل كده ليه؟ عشان لما نغير مستوى التشغيل من 5 إلى 8، التكاليف المتغيرة بتضرب تكلفة الوحدة في الحجم الجديد الـ8، أما الثابت لا يتغير فينقل كما هو. إذا كده قائمة التكاليف أدي المواد 8000 وحدة في 4، الأجور 8 في 3، يبقى التكلفة الأولية 56، صناعية غير مباشرة. احنا النظرية الإجمالية يبقى باخد المتغير والثابت 8 في 2، والثابت كما هو 40 عشان أصل إلى تكلفة الإنتاج التام. تكاليف تسويق غير مباشرة 8000 وواحد متغير، والتكاليف الثابتة كما هي يبقى تكلفة المبيعات 140. أما أعمل قائمة إنتاج الأعمال يبقى أنا ببدأ بالمبيعات. إيراد المبيعات 8000 وواحد في 20 سعر البيع، يطرح منها تكلفة المبيعات اللي احنا جايبينها من القائمة آخر نتيجة القائمة السابقة 140، يبقى مجمل الربح 20، يطرح التكلفة الإدارية. أما في النظرية المتغيرة أنا باخد فقط الجزء المتغير، لاحظ كده أنا مش واخد الثابت هنا في الصناعية غير المباشرة، مش واخد الثابت في التسويقية غير المباشرة. فيبقى تكلفة المبيعات المتغيرة طلعت 80 لأن أنا شايل الثابت في الصناعي والتسويقي. قائمة إنتاج الأعمال بناخد المبيعات برضه، يطرح منها تكلفة المبيعات المتغيرة نتيجة القائمة السابقة، يبقى هامش الربح. بس هنا مش هطرح بقى الإداري بس، لأن في ثابت صناعي ثابت وتسويقي ثابت أنا ما خدتهمش في القائمة السابقة، فبطرحهم مع الإدارية هنا. هنجد إن صافي الربح ثابت في الحالتين، ما تغيرش في النظرية المتغيرة أو النظرية الإجمالية طالما مفيش مخزون، لكن لو في مخزون ممكن الربح يختلف بين النظريتين. المطلوب الثاني التعادل، وحدات التعادل تكلفة الثابتة على سعر البيع ناقص تكلفة متغيرة الوحدة. يبقى التكلفة الثابتة مجموع التكلفة الثابتة للصناعية والتسويقية والإدارية على سعر البيع ناقص مجموع التكلفة المتغيرة الوحدة اللي احنا جبناها ما قسمنا على عدد الوحدات، فيبقى 7000 وحدة. مبيعات التعادل يبقى سعر البيع اللي هو 20 مضروب في وحدات التعادل 7 يبقى 140000. الموضوع الثاني أساليب الفصل بين المتغير والثابت، واحنا هنا أساليب متعددة ولكن هنكتفي بأعلى وأدنى نقطتين زي ما احنا شايفين طرق كتيرة، ولكن أعلى وأدنى نقطتين. أنا بيبقى عندي حجم نشاط س عدة أنشطة والتكلفة الإجمالية، بمعنى عند إنتاج 10 وحدات كانت التكلفة الإجمالية كام؟ إجمالية يبقى تشمل متغير وثابت، عند 20، عند 30 وهكذا. طيب بنعمل إيه؟ بناخد أقل حجم س وأعلى حجم س، هنا أقل س 10 وأعلى س 100 مع تكلفتها، يبقى ده المستوى الأدنى وده المستوى الأعلى. يبقى هناخد من كل جدول ده حاجتين، 10 وتكلفتها 550 و100 وتكلفتها 27 أدنى والأعلى. تحديد تكلفة متغيرة للوحدة بفرق التكاليف، يبقى 1027 ناقص 550 على فرق النشاط، يعني 100 ناقص 10، يبقى تكلفة الوحدة المتغيرة 5.3. بما أن ص تساوي أ زائد ب س، التكلفة الكلية تساوي الثابت زائد المتغير، يبقى الثابت أ تساوي ص ناقص ب س. اختار أي مستوى يا الأعلى يا الأدنى، لو خدت عند الأعلى مثلا 100 وحدة، أ هتساوي ص كانت اللي هي الإجمالي بتاع ال 100 وحدة 1027 ناقص ب، أنت لسه مطلعها 5.3 في
100 اللي هو المستوى الأعلى اللي أنت خدته، يبقى التكلفة الثابتة 497، ولو خدت الأدنى عند 10 هيطلع برضه 497. دي رسوم لسلوك التكاليف المتغيرة والثابتة والمختلطة. نقطة التعادل هي النقطة التي يتعادل عندها التكلفة الكلية مع الإيراد الكلي، وبالتالي الأرباح تبقى نقطة الربح والخسارة، أو الربح والخسارة يساوي صفر. زي ما احنا شايفين ده خط الإيراد وده خط التكلفة الكلية اللي هي متغير وثابت. التكلفة بتعلو عن الإيراد، يعني منطقة خسارة، إلى أن يلتقوا في نقطة اسمها نقطة التعادل، يبدأ الإيراد يعلى عن التكلفة وتبقى منطقة ربح. طيب كمية التعادل أو وحدات التعادل تعني عدد وحدات المنتج التي تحقق التعادل. إذا علمت أن التكاليف الثابتة 20,000، التكلفة المتغيرة 6، سعر بيع الوحدة 10. طيب هنا ممكن نشتغل نجرب كده بالتجربة، يعني عند أحجام إنتاج مختلفة، وخلي بالك 20,000 الثابت لا يتغير، التكلفة المتغيرة الوحدة 6 هتتضرب في عدد الوحدات والسعر البيع 10. فلو قلنا مثلا إن أنا هختار عدد وحدات، إذا أنتجت 1000 يبقى التكلفة المتغيرة 1000 في 6 في 6000، التكلفة الثابتة 20 ما بتتغيرش، يبقى التكلفة الكلية 26. طب الإيراد الكلي 1000 وحدة في سعر البيع 10 يبقى 10,000، يبقى عندي هنا الإيراد ناقص التكلفة 10 ناقص 26 سالب 16 خسارة. إذا أنتجت 2000 نطبق نفس الكلام، أعتقد إن الخسارة بتقل كلما اقتربت من نقطة التعادل. نقطة التعادل اللي عندها 5000 أهي في 6 تكلفة متغيرة ب 30 زائد 20 ثابتة ب 50، الإيراد سعر البيع 10 في 5000 ب 50 يبقى 50 ناقص 50 صفر، يبقى هي النقطة اللي تعادل فيها الاثنين، يبقى الخسارة بتقل كلما اقتربت من التعادل، وبعد التعادل يبدأ الربح يزيد كلما ابتعدت عن التعادل. كده حددنا وحدات التعادل 5000، مبيعات التعادل 50,000 اللي هو الإيراد. لكن مش هنعمله طبعا بالجدول، احنا بنستخدم دايما القوانين. فعندنا القانونين، وحدات التعادل تكاليف ثابتة على سعر بيع ناقص تكلفة متغيرة الوحدة، ب 20,000 على 10 ناقص 6، مبيعات التعادل سعر بيع الوحدة في وحدات التعادل 5 إلى 50,000. ده الجزء المحاسبي بتاعنا، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.